أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من جماعة سيدي رحال الشاطئ. جماعة سيدي رحال الشاطئ اللي واحد لوقيتها ولات تابعة ترابيا لإقليم سطات، وهذا الشيء بطبيعة الحال بأوامر ديال البصري في ديك الوقيتة. البصري اللي كان كان دير الجهد ديالو كامل غير باش يرجع مدينة سطات حتى هي عندها بحر. تبعات إقليميا الإقليم سطات تعطوا أوامر باش يداروا مشاريع بطبيعة الحال باش يزينوا الساحل ديال سيدي رحال اللي ولا تابع الإقليم سطات. ومن ضمن هذه الأوامر تعطات باش يتبناوا بعض المشاريع على الساحل البحري. تعطات هذه الأوامر الجماعة، هذه الجماعة اللي خصها تنفذ الأوامر ولو على ملك ماشي ديالها. بطبيعة الحال نفذت الأوامر، ومن ضمنهم واحد المقهى اللي تبنات فوق الأرض ديال المياه والغابات، تابع للمياه والغابات. في ديك الوقيته ما كانش اللي يقدر يدوي، حتى شي جهه ما تقدر تقول لا هاد الارض تابعه ليا ولا هاد الارض تابعه ليا، حيت اوامر ديال البصري. اليوم الهدف ديالنا وهو واحد المقهى، مقهى تبنات وتفوتات لواحد العائله اللي هما ثلاثه الخوت بعقد ديال 99 سنه، وكيستافدوا من ديك المقهى من 1995 الى يومنا هذا. وغنسمعوا الذكاء والدهاء ديال احد الاخوه شنو اللي غيدير باش يخرجها من الجماعه ويخرج منها تعويض ويبقى في القهوه. السي جواد نائب الرئيس، مرحبا بك على صوت العداله. اش واقع عندكم؟ اش هاد الروينه؟ هاد الحريره مع هاد المقهى؟ الجماعه ولات غتخصها تخلص الخطيه؟ قضيه مرفق عمومي. اولا شكرا لصوت العداله هذا المنبر الحر. بصراحه اش نقول لك، يعني هي قصه طويله ولكن غنحاول نلخصها في نعطي واحد التلخيص لها مقتضب باش نشرحوا الراي العام الوطني والمحلي، يعني هذا الاشكال اللي وقع. وفعلا كما قلتي في التدخل ديالك ولا في المقدمه ديالك، بانه هذا مشروع تبنى تقريبا مده هذه، يعني مده هذا المشروع باش دار لانه ذاك الوقت كان صدر حال شبه قريه، يعني كانت جماعه قرويه وكان خاصها يعني منفذ بحري، وباش تكون واحد يعني تكون سياحه وتكون واحد الانشطه سياحيه، وهذه ضروري رسائل ديك الوقت الجهات المختصه ملي كان تابع لاقليم سطات باش دير يعني متنفسات. من بين المتنفسات هو دارت واحد الكورنيش، دارت واحد التيادير، واحد الشريط الساحلي، واحد الكورنيش، وداروا فيه مرافق كيتكون تقريبا من شي اربعه ولا خمسه ديال المرافق اللي كانوا موسميه، يعني ذاك الوقت كانوا كيتكلوا موسميه. من بعد دار واحد العقد كراء ما بين واحد المجموعه ديال الاخوان وما بين الجماعه، يعني تقريبا دار هذا العقد في 1995 جو بونس لا بقيت عاقل مزيان. على اثر ذاك العقد يعني كانت تحدد واحد الصومه كرائيه، ودارت واحد المده ديال الاستغلال يعني قدر تقريبا ما بين 99 عام، وكانت قابل يعني كل ما بين كل 3 سنين 6 سنين 9 سنين تعاود تجدد. وبقى المشروع يعني غادي هكا بهاد الثلاث الاخوان بقاو غادي كيستغلوا في هاد القهوه. مع العلم مؤخرا يعني كنتفاجئوا يعني بواحد الدعوه قد ترفع المياه والغابات،
تحريض من جهه معينه الله اعلم شكون هي. المهم يعني كاين واحد الدهاء ولا واحد الذكاء باش تعود يعني تمحور هذه القضيه وتمشي في واحد الاطار اخر. الاطار اللي كان هو ترفعت واحد الدعوه في المحكمه عن طريق الملاك ولا دوك الناس اللي كان عندهم داك عقد كيرا كيربط ما بينه وما بين الجماعه وما بين الجماعه، والدعوه رفعت عليهم المياه والغابات رفعتها بدعوه بحجه ديال بانه هذيك الارض تابعه لها، وهي فعلا ارض تابعه لها. يلاه فاقت هذه المياه والغابات شحال من 95 دابا يلاه فاقت. يعني جات رفعت الدعوه كتقول بانه هذيك الارض راه ملك خاص ولا عام ديال الدوله، وبين البنايه غير مرخصه. واخا هذه البنايه غير مرخصه، فين كانت املاك الدوله هذه المياه والغابات ملي دار التشييد وملي دار المشروع؟ ومع العلم بانه راه ماشي ديك البقعه بوحدها اللي فيها قطاره تونس اللي كتقدم قطاره تونس اللي فيها هذا المقهى، راه الكورنيش كامل، وكاين دي باركين، كاين بزاف ديال المرافق اللي في جامعه صدرحان اللي تابع داخلين في الملك الغابوي والملك البحري. يعني راه ما كاينش غير بوحدهم، كاين حتى الملك البحري. من بعد هاد الدعوه اللي دارت في المحكمه صدر يعني الحكم الاول، صدر باش يعطي تعويض للجماعه على الارض على البنايه ودخل الفلوس اللي خسرات على البنايه، ويعطي والجماعه حتى هي في حد ذاتها تعطي واحد التعويض لذاك البناء على ذاك العقد اللي دارت ما بينه وبين دوك الناس اللي المتعاقدين مع اللي كرات لهم المقهى. من بعد هذا الحكم اللي صدر، يعني كان كيبان حكم بعدا منصف واحد شويه للجماعه ولا الاطراف اخرى. من بعد كنتفاجئوا ثاني بان الحكم كيتقلب، وهذا راي ديال المحكمه يعني يحترم، بان الحكم صدر لصالح المقتري والتعويض اللي كان غتاخذ الجماعه يعني ما بقاش. يعني مال العام تخسر يعني واحد القيمه ماليه اللي خسرت من المال ديال الشعب ومن المال يعني من المال العام، يعني والو. يعني نظرا لديك الفتره لا مبالاه ديال المياه والغابات، يعني كانت المياه والغابات نيت حريصه على الملك ديالها وراه دليل بال ما تخليش يعني مؤسسه هي اللي مؤسسه دستوريه اللي تابعه للدوله تخسر واحد المال اللي مال العام، مال ما تاع حتى واحد، ما تاع الاعضاء، ما تاع رئيس، ما تاع هيئه منتخبه، يعني مال العام تاع الشعب. من بعد هذا ملي صدر هذا القرار يعني الحكم الثاني صدر، ولكن الحاجه اللي فيه ايجابيه قبلات الجماعه نسبيا هو بانه يعني كاين قرار ديال الافراغ، يعني المقتري غياخذ تعويض، الجماعه غتخلص غرامه او ضعيره غتخلصها، ولكن يعني المقهى غادي تتحرر، يعني غيوقع قرار ديال الافراغ. من ذاك الوقت لدابا يعني القهوه اللي حتى الساعه بقى ما صدرش في حق هذا قرار الافراغ، صدر ولكن باقي ما تنفذش. والغرامه اللي غتخلص الجماعه لمن غتخلصها؟ واش السيد المقتري ولا المياه والغابات؟ المقتري. علاش هو غادي ياخذ هذه الغرامه وهو ديجا استفاد من هاد المقهى؟ هذا شق اخر غنناقشوا، غير هو الحكم اللي صدر بانه دار واحد العقد ما بين الجماعه، والجماعه ما كانتش بانت بانه حتى دابا عاد بانت بانه ما عندها الصفه باش دير عقد انه الارض ماشي ديالها، ولكن الجماعه راه كتملك الزينه، يعني الجماعه راه خاسره انفيستي واحد الطرف ديال الفلوس من مال الشعب، من مال ديال الشعب، دارتوا ذاك المشروع على اساس باش ينجح ماشي باش تفشلوا وتخلص عليه ضعائر. هذا هدف الاخير ملي صدر يعني قرار ديال الافراغ بان القهوه خصها تخوى، هذا كان هذا هو المغزى مع الاثر ديالها. من بعد دار واحد البروتوكول داخور ثاني جو بونس ما بين الجماعه وما بين دوك الملاك على اساس باش يلقى واحد الحل يتارونجاو مقابل واحد الالتزام. هذاك ثاني الطرف الاخر اللي هما المقتاليين، يعني المقتاليين كانوا ما التزموش بداك البروتوكول داخور اللي كان دار، على اثر ثاني عاود دار واحد المقرر ثاني جديد في المجلس تقريبا في سنه 2021 على اساس بانه باش يتفسخ داك المقرر اللي كان خدا المجلس السابق ديال داك البروتوكول داخل اللي كان دار، على الاثر ديالو يعني ملي تفسخ هذا يعني تبلغوا جميع الجهات، يعني جميع الشركاء اللي عندهم علاقه بهذا العقار للمياه والغابات ولا الدومين مال الملك البحري ويعني المصالح الخارجيه كلهم تبلغوا بان هذا العقد ولا هذا الالتزام اللي دارت الجماعه هذا المقرر تفسخ. ومن ذاك الوقت وحنا كنراسلوا يعني كنراسلوا الجهات المختصه وسيرتو خصوصا المياه والغابات، يعني عندنا مجموعه ديال المراسلات كنبينوا فيهم بانه راه هذا المقرر اللي خدينا وهذا البروتوكول اللي داخل اللي خدينا مع المقتدر فسخناه لانه ما التزمش وما بقاتش يعني ما بقاتش حاجه ملحه باش يبقى هذاك المشروع، لانه على اثر ذاك الحكم القضائي اللي صدر الجماعه اخذت مجموعه ديال التدابير، يعني ملي غيصدر حكم قضائي نهائي بالافراغ اوتوماتيكمون يعني كنقولوا ما بقات لا قهوه ما بقات حتى حاجه.
على إثر ذاك الحكم النهائي اللي خرج، الجماعة أخذت مجموعة ديال التدابير من بينها وبرمجنا واحد المشروع تقريبا اللي تقدر القيمة الإجمالية ديالو تقريبا بواحد نقولوا مليار ونص ولا تقريبا جوج مليار وقابل للزيادة، اللي هو مشروع ديال تهيئة الشريط الساحلي. مشروع ديال تهيئة الشريط الساحلي اللي غيشمل المنطقة الساحلية كلها. نهضروا ثاني على مثلا وثيقة التعمير، وثيقة التعمير اللي كتنظم المدينة، هذيك المناطق ديال الحزام الساحلي راه كل منطقة غير صالحة للبناء، ومنطقة متداخلة ما بين الملك البحري والملك الغابوي، يعني منطقة ماشي خالصة 100% للبناء باش يداروا فيها هذه الأنشطة ولا باش يداروا فيها هذا النوع ديال المشاريع. يعني وعلاش حنا يعني كهيئات منتخبة اللي غنحرموا المواطنين ديال سدرحال والزوار ديال سدرحال من واحد المتنفس ومن واحد المشروع اللي كيربط جامعة سدرحال بشراكة مع المجلس مع جهة الجهة ديال الدار البيضاء سطات باش نرضيو بعض الناس. واش هاد الناس ديال المياه والغابات واش ما كيهمهمش الشأن المحلي؟ واش هما ما كيمثلوش المواطنين؟ واش هما ما كيمثلوش الشعب؟ ملي مشروع وملي كنجيو دابا حنا كنهضروا على واحد المراسله جات من المصالح الخارجيه باش يدار واحد المساله ديال التفويت، واش هذاك المال اللي تخسر على ديك البنايه واش ماشي حرام يضيع؟ واش ديك البنايه واش ماشي حرام تهدم وماشي حرام تمشي داك الموارد وداك المتنفس اللي كاين؟ واش ماشي ما غنديوش الذنوب وما غنتحاسبوش عليه قدام الله سبحانه وقدام يعني على هذاك المشروع باش يضيع وعلى هذاك المتنفس باش يضيع؟ واش ماشي حرام؟ علاش المياه والغابات ما تدخلش معكم في شراكه وتبقى ديك البنايه وتستافدوا منها جميع؟ هو الغايه المليحه هو دابا وصلنا للظرفيه ديال التهيئه ديال الشريط الساحلي، كاين يعني في البرمجه الجديده ولا في البروغرام الجديد ربما غيكون مشروع احسن من هادشي اللي كاين حاضر دابا. غير حنا كجماعه حنا كنقولوا بان الاولويه يعني اللي غيكون تفويت غتكون الاولويه للجماعه، الجماعه هي اللي كتسهر على 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 على, على يعني على, على, على المواطنين، على الخدمات ديال المواطنين. انا كما كنلبي يعني الحاجيات ديال المواطنين من كهرباء ودار، انا ملزم باش نوفر لهم متنفسات فين يتنفسون، نوفر كورنيش. يعني انا مدينه سياحيه يعني مدينه سياحيه عندي يعني الارتباط ديالي الوثيق هو بكل ما هو سياحي وترفيهي. انا ما عنديش باش ما نطولوش في هذه النقطه سي جواد، غنرجعوا للنقطه ديالنا باش ما نشدكش بزاف لان عندك شي اجتماع. دابا الاشكال ان المياه والغابات رفعت الدعوه، وملي الدعوه وصلت للنهايه ديالها الافراغ ما بغاش تنفذ، هي ما بغاش تنفذ، واللي المستفيد الاكبر دابا هو اللي المكتري اللي ما بقى يخلص دابا حتى حاجه ولا مستافد من ذاك الملك. دونك شنو هي الرساله ديالكم للمياه والغابات في اخر كلمه؟ واخا انا غنعطي غير واحد المقارنه، علاش كنقولوا بانه كاين شبه تواطؤ ولا تواطؤ نقولها من هذا المنبر؟ لانه صدروا احكام مؤخرا على بعض الناس لبعض السكان اللي اصليين ولاد سدرحال وريبوا لهم المساكن ديالهم في الدخله ديال رمضان، حتى هما تنفذ عليهم الحكم وحنا ما كنحترموا القانون. علاش تنفذ القانون على واحد المجموعه ديال السكان اللي هما حد الدراوش ريبوا لهم المساكن ديالهم؟ وعلاش علاش علاش كاين هاد علاش كاين هاد الزواجيه في هاد القرارات؟ علاش ما يتنفذش على بحال هاد الناس هاد؟ علاش القرار يعني قرار اللي خصو يتنفذ يعني داك المواطن البسيط اللي عنده سكن، ماشي مشروع استثماري ولا مشروع اللي غيدخل الفلوس ولا يعني اذا عنده سكن يعني من الحوايج اللي نص عليهم الدستور يعني سكن ديالو بغض النظر على الملكيه ديال الارض واش مرخص واش ما بانيش واش، ولكن عنده سكن وجات وتنفذت عليه المسطره وهد المولين المنزل وتشرد في الشارع. علاش هاد الزواجيه ديال المعايير وعلاش كاينه هاد الزواجيه؟ هذا راه ولو يكون يعني النيه سليمه ديال جميع الاطراف، ولكن ملي كتشوف هاد الاشكال اللي واقع راه اوتوماتيكمون كيدخل واحد شويه يعني. رسالتكم اليوم المياه والغابات؟ رسالتنا المياه والغابات هو احنا يعني هادشي جينا لقيناه، يعني احنا الغرض ديالنا هو نحافظوا على المال العام ونوفروا يعني المتنفسات للساكنه ديال سدرحال. احنا الغرض ديالنا احنا ما عندنا حتى حسابات، احنا الاساس من عندنا احنا الاولى. يعني احنا كجماعه سدرحال ساهره على الرعايه ديال صاحب الجلاله،
احنا يعني اللي مكلفنا التدبير ديال الشأن المحلي ديال هذه المدينه، احنا الاولى يعني كجماعه بالاولى ديال هذه المشاريع، يعني نبرمجوا فيها، احنا نبرمجي فيها يعني شريط ساحلي ولا كورنيش غيستافدوا منه مجموعه ديال السكان، يعني متنفس ديال المدينه ومتنفس ديال جميع الزوار ديال المغرب. يعني احنا الاولى بهذا العقار، وحنا الاولى بهذه البقعه الارضيه اللي كاينه. شكرا لك سي جواد.